مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من V8 وسياره جديده ومنطقه جديده. اليوم رح نحكي عن QX70 من انفينيتي، واليوم احنا قاعدين عم نصور في مدينه عجلون، يعني سياره حلوه ومنطقه اجمل. ان شاء الله تكون حلقه لذيذه نحكيكم فيها اكثر عن هاي السياره. QX70 يعني اول كلمه بدي احكيها انه سياره رائعه بصراحه. هلا اذا بدي احكي عن الاكستيرير تبع السياره كثير خرافي، وحبيت شغلي فيه انه بهذا الديزاين بهذا الشكل دمجوا ديزاين الاس يو في مع السياره الجي تي او السياره السبورت. فبنطلع على هالاس يو في ديزاينه كثير رياضي، فبصفي سياره عائليه كبيره حلوه بنفس الوقت فيها طابع رياضي. فبصراحه يعني برفع القبعة على الديزاينرز اللي عملوا ديزاين الQX70، كتير كتير ملفت للانتباه ديزاينها الخارجي. الاضواء عندنا طوله شوي، الايروداينامكس كتير حلوين، يعني الجزاز فيه هيك انحناء لطيف، سيارة رهيب الشكل تبعها. وبصراحة برأيي أتوقع يعني من أحلى الديزاينات أو من أحلى أشكال السيارات بهاي الفئة. طلع على السيارة من بعيد بدون ما نشوف العجال على سبيل المثال ممكن نفكر عنها سيارة جي تي سبورت، فهذا الاشي كتير بيعطيها لوك خاص فيها، اللي هو السيارة اس يو في كبيرة بنفس الوقت تعطيني شعور السبورت بالشكل، واكيد غير الاداء. هلا السيارة اللي معانا في بيجي منها تو فيرجنز، اللي هي QX70S والعادية. العادية طبعا زي اللي معنا بيجي 6 سلندر، الاس تيجي 8 سلندر. في اختلافات بين هاي وهاي، وطبعا اكيد حسب كل وكيل شو بجيب اوبشنز. طبعا بكون سبورت اسرع واقوى، يعني في كتير اوبشنز مختلفه، بس احنا اللي معانا اللي هي خلينا نحكي الستاندرد نوعا ما، والستاندرد برضه بتيجي فولي لودد. في كتير اوبشنز بالسياره. واحده من الشغلات اللي بتميز هاي السياره كمان السيفتي بشكل عام، وبرضه المري اللي فيها والكاميرات اللي فيها معمولين بطريقة رهيبة جداً. هلأ السيارة ما بتصف لحالها، بس الكاميرا اللي فيها مميزة جداً، يعني الخطوط اللي فيها كتير دقيقة، يعني الصف بيكون على الملي فعلياً، والسنسرز موجودين كل مكان. والحلو فيهم انهم على سبيل المثال انا صافف عم بستنى حدا يجي من السوبر ماركت او اشي، مرق قدامي الطفل بس إيش عطول السنسرز بيشتغلوا، والكاميرا بتفتح وبشوف مين في وراي قدامي وحوالين السيارة، فيها 360 كاميرز، فهذا إشي لطيف جدا. إذا بدنا أحكي برضو عن الجلد والإنتيرير، الجلد المستخدم فاخر وتطريزه لطيف جدا، وهذا الإشي اللي يعني متعودين عليه من إنفينيتي. الداشبورد والكلاستر حلوين برضو، أنا بيسكلي بقدر أتحكم بكل السيارة تقريبا من هون، الشاشة هاي فيها كل إشي. بحب شغلي هون إنه النودز اللي عاملينهم الكبسات حلوين، أنا ما بحب كل شيء تاتش، طبعاً هذا رأي شخصي، في كثير ناس بتميز التاتش، بس هون النودز البارزين الحلوين بقدر أعلي صوت أنزل، هذا أنا كثير بحسه أوبشن أحسن من إنه يكون كل شيء تاتش. هالأيام الواحد لازم يشغل 16 عين عنده، قد في سيارات وفي ناس وفي عجقة ودخلات وإلى آخره، فهذا أوبشن لطيف صراحة إنه
السيارة بتحسسك انه شايف كل شيء حوالي انا معك. زي ما حكيت في الانترو عم بنصور بعجلون، منطقة بتجنن، رائع رائع رائع، بلدنا حلوة. لازم أذكر كل حلقة إنه إحنا بلدنا جدا حلوة، بس يا ريت نحافظ عليها. للأسف برضو بدي أرد أعيد وأذكر إنه كل ما نروح على مناطق بتجنن زي هيك بنلاقي الطمم على الطرق، الناس بتزد مولعة حطب ورايحة، يعني قصص. نرجع لموضوع السيارة. السيارة التماسك تبعها رهيب جدا، يعني لما وانا سايق حاس حالي ممتلك الشارع بامان. السياره بتعطي ما بتخذلك، فهذا الشعور رهيب صراحه. وصفة بس مش بس الشكل، برضو بعطي على رياضي كمان اداء السياره، عزمها قوتها. حتى هلا اذا بدي اغير الغيار بدي اصفي اغير شيفتنج من هون، رهيب. موضوع تجاوب الغيار والتسارع هذا مهم جدا. في كثير سيارات الواحد بكون ماشي 100 مثلا 120 برد بدعس السيارة، بدها وقت لتجاوب. هون استجابة السيارة ممتازة بصراحة، واستجابة الغيارات على السريع بتغير السيارة. هلا فيها كثير اوبشنز كمان السيارة، اذا بدنا نحكي مثلا على السيتس اللي راكبين عليهم فهم فنتليتد فبتبردوا وبتدفوا. في عنا شغلة كمان حلوة بالسيارة اللي هي السبيكرز، هي من نظام بوز، فمن أحسن الشركات بالعالم، فالصوت قوي جدا. ممكن نجربه هلأ مع بعض شوي. ماجد الرومي العظيمة، ماجد الرومي. فحلو الواحد يكون الصوت نظيف، يعني مش يكون مثلا كثير عالي قد ما هو يكون نظيف، بيطلع فيه كواليتي حلوة. فسيارة بشكل عام يعني إذا بدي أختصرها، سيارة حلوة فيها وسع برضو ورا وقدام لطيف، الواحد بيكون قاعد براحته. كل وسائل الرفاهية موجودة فيها، الستيرينج بتحرك بكل الجهات، الكراسي نفس الاشي زي ما حكيت، الكراسي برضو جلد فنتليتد وهيتد، يعني بيطلعوا هواء بارد بالصيف وبالشتاء بيدفوا الكراسي. الموتور عزمه لطيف زي ما حكينا، 3.7 329 حصان 7000 RPM. السيارة جاوب حلو وصوتها لطيف، مش مزعج ولا 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 ناعم كتير. سيارة لطيفة جدا. بنهاية حلقتنا اليوم ان شاء الله استمتعتوا بالكيو اكس 70 من انفينيتي بهاي المناظر الجميلة. احنا اليوم كنا بنصور في مدينة عجلون. نشوفكم الاسبوع الجاي بحلقة جديدة ومكان جديد. هلا احنا صار وقت نروح على عمان.